التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حرص في ختام عام 2022 على تنظيم منتدى صحفي التقى فيه نخبة من قيادات التحالف مع مختلف وسائل الإعلام، وده لعرض أبرز النجاحات اللي حققتها مؤسسات التحالف بعد تنسيق الجهود بينها خلال عام 2022 عام المجتمع المدني، وأيضا عرض أبرز مستهدفات التنمية خلال العام الجديد. نشوف التقرير مشاهدينا ونعود مرة أخرى. تحت عنوان المجتمع المدني حصاد 2022 ورؤية 2023 عقدت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منتدى صحفيا لرصد جهود المجتمع المدني في الارتقاء بالمجتمع على مدار هذا العام وعرض الرؤية المستقبلية في استكمال مسيرته. نعقد هذا اللقاء أو هذا المؤتمر الصحفي إن احنا يعني بنعلن عن الإنجازات التي تحققت في 2022 وأيضا نلقي الضوء عن رؤيتنا وتصورنا وخطتنا 2023. أما فخامة الرئيس كلفنا وشرفنا بأن يعلن أن 2022 عام منظمات المجتمع المدني، كنا حريصين كل الحرص ان احنا نكون عند ظن الرئيس بينا. المجتمع المدني اعتقد انه بيقوم بدور مهم جدا جدا لدعم الاسره وتقديم خدمات مجتمعيه في كافه مجالات الحياه، وهو مساعد الذراع اليمين للحكومه في تنفيذ كل خطه الدوله في تنميه المواطن وتنميه الاسره المصريه. وخلال الفعاليات تم استعراض دور منظمات المجتمع المدني في تنظيم الخدمات الصحية في ظل جائحة كورونا وجهودها في قمة المناخ COP27، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم الدعم للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن المواطنين وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية. مصر بتحاول أنها تحقق يعني نهضة اقتصادية كبيرة، ولازم يكون فيه شريك فعال في المسألة دي. فالاتحاد العام للمؤسسات والجامعات الأهلية عمل يعني العديد من الأفكار والمشاريع والإطروحات اللي هي ممكن ان هي توفر وسائل أفضل لأهل مصر. كلهم بيجتمعوا على حاجة واحدة، وهي خدمة المجتمع الأهلي فيما يتعلق بكل احتياجاته، لأن المجتمع الأهلي ليس مجتمع المثاليين أو القياديين أو العناصر الفذة في المجتمع، وإنما هو القاعدة العريضة للدولة كلها. فالاهتمام به ده أمر واجب وحتمي، وبيتطلب من كل الجهات أن يبقى جهودها مكرسة ومكدسة كمان في العمل الأهلي وهو خدمة القاعدة العريضة للمجتمع. عام 2022 شهد طفرة كبيرة في أداء المجتمع المدني بكافة محافظات مصر، ووفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتكمن رؤية 2023 في مواجهة المشكلة السكانية ومكافحة الفساد والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.